تمام. افضل طاقم تحكيم. يلا خلينا نشوف افضل حكم في هذه الجوله. بنشوف معانا هنا محمد احمد هنا المساعد خالد حسام طه مختارينه من ضمن الحكام اللي هم الافضل. نشوف اللي بعد كده محمد مجدي سليمان. الاثنين دولت من الشباب يا كابتن هاني، واحنا هنا بندعم الشباب. الحكام عملوا مباراه هايله هايله هايله. نجيب المساعد الحكم الفار او نجيب حكم الميدان. يلا هنا محمد احمد عباس كان الافضل في المباراه اللي احنا قلنا عليها المباراه الاولى. هنا حكم الفيديو كان هشام القاضي حكم من منطقه اسيوط. كلهم ما شاء الله شباب 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 صحيح. على الرغم ان عندنا حنفي، محمود وافا، امين عمر، البنا، يعني حكام كتير، ولكن احنا اخترنا النهارده الشباب. بنقول ان دولت الافضل. اتمنى للتحكيم المصري التوفيق في الفتره اللي جايه. ابدعت يا كابتن، يعني بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتمتعنا بتحليلك. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، الفير انت بتتكلم فير بشكل كبير جدا.